السلام عليكم، شلونك اخوي؟ شنو سبب ارتدائك حزام الامان هسه؟ للسلامه. يعني هسه ذكرت السلامه؟ سؤالي هسه يعني الكل هسه توهم طالعين. الكل هسه توهم طالعين. تمام. نصيحتك الى نفسك هسه انت عندك مخالفتين. طبعا ممكن تقول لي اياها؟ والله هي اول مخالفه اعتقد الستار. تمام. المفروض ما صعدها. والله بعد يعني ربي يحفظك. اركن لي هناك عم تتخذ الاجراء. بس هاي البرده انت نزلت، هالبرده الشقه الثانيه شلون؟ يلا انزل لنا، نزل البرده. عم ترجع من البداية ترتدي حزام الأمان، مو صحيح؟ زعجناك ويانا. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة. الله يسلمك. تفضل ارتدي لي حزام الامان. عمود بعد ما يحتاج نذكرك، ربي يحفظك. نصيحتك الى السلامه اولا، طبعا حزام الامان ارتداء هواي مخالفه. نعم. فواحد يتحملها بعد، يعني اللي هو غلط صار بعد لازم انه حزام الامان انه بس يقولون لا حترتدي حزام. عمود جنبك المخالفه. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. اشكركم على النصيحه، ربي يحفظك. اشكركم. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. الله يسلمك. بدي اروح. الله يسلمك.